coming to the next event that is a speech in arabic language so i call upon khan suhaib from standard 5 from gavinagar branch to, en to english with us arabic speech wa rahmatullahi <laughs> ismi khan suhaib sagib bismillahir rahman rahim alhamdulillahillahi wa kafa وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق رئيس الحفل الكريم وإخواني في الدين إني أريد اليوم أن أملي أمامكم مشاعري وأحاسيسي حول موضوع الحسد فألتمس منكم أن تستمعوا بغاية من الشوق والنشاط عباد الله إن الأمراض تهلك الأجسام والأرواح ترد الناس اعلموا أن الأمراض تنقسم إلى نوعين جسماني وروحاني الأمراض الجسمانية تضر الجسد فحسب ولكن الأمراض الروحانية تضر الجسد والروح كليهما ومن اخطر امراض الروح الحسد الا تعلمون ان الحسد هو المرض الذي تسبب بالفرد الانساني الى الذنب الاكبر اولا في العالم فيا ايها الاخوان اجتنبوا من هذا الحسد الذي هو اكبر الذنوب والمعاصي وقولوا عباد الله اخوانا هكذا حسد كثير من اهل الكتاب وارادوا ان يردوا المسلمين كفارا فجارا بعد ايمانهم بالعقيده الالهيه حسدكم من عند انفسهم مع ان القران الكريم بين الحقيقه ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب هكذا قال الله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما إن اليهود والنصارى كانوا على علم تام بأن الإسلام دين حق وكانوا على معرفة كاملة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي خاتم جاء بالقرآن الهادي المنير ولكن حسدوا هذا الحسد منعهم من قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودخولهم في حذيرة الإسلام هذا هو الحسد منع سد طريقتهم إلى السعادة الأبدية والراحة الأخروية فيا أيها الإخوان اجتنبوا من خبث الحسد ومقري ومن دنس الحسد ووسقي كونوا عباد الله اخوانا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا واجعل الله في زمرة المتقين في اليوم الذي يهشر فيه الاولون والاخرون واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته